أنا بحب أكون ممرضة. أنا بحب أكون كابتن طيارة. أنا بحب أكون مهندس. أنا بحب أكون طبيب. أنا بحب أكون محامية. أنا بحب أكون تلميذ مثل كل التلاميذ، يحلم بالبكرة الحلو اللي كله طموح، نشاط، فرح وتحقيق للأحلام الصغيرة اللي بتجعل منا عناصر كبيرة وفاعلة بمجتمع مش دايماً بيفتح الفرص للصغار يصيروا كبار ويحققوا أحلام مقاعد الدراسة. التعلم حق للجميع من المبادئ الأساسية اللي انطلق منها المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس، واضعاً خطة تربوية إنسانية تستهدف طلاب من لبنان بيعانوا من مشاكل تعلمية تضاف إليها مشاكل اجتماعية واقتصادية، مما بيهدد تطورهم الدراسي إلى حد الوصول للتسرب المدرسي. هاك بنجيب الألعاب مثلاً. دارين النابلسي اختصاصية بالعلاج النفسي الحركي وكمان عضو بجمعية كلاس، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بأخبار الصباح. اليوم بدنا نحكي عن مؤتمر رح يشهده لبنان لأول مرة ومحوره هو الصعوبات التعلمية عند الأطفال. بس نحكي صعوبات تعلمية، شو منكون عم نشمل؟ يعني شو هي الصعوبات التعلمية اللي بيعانوا منها الأطفال؟ نحن بالحقيقة اللي رح نتناوله بالمؤتمر هو الصعوبات التعلمية المحددة، يعني رح نحكي عن كل الديس، وعشان هيك نحن نقينا الدات لو 10 اكتوبر لنحكي عن الصعوبات التعلمية. يعني رح نحكي عن تعثر القراءة، تعثر الكتابة، تعثر الخط، رح نحكي عن كمان الاضطرابات البطال الحركة، يعني كل الصعوبات التعلمية المحددة رح نحكي عنها بالتفصيل، وخاصة عن آخر الأبحاث اللي عم بتدور حول هيدا الموضوع. خلينا نبلش من هون، شو هي آخر الأبحاث؟ وبالبداية شو الأسباب اللي بتأدي إلى صعوبات تعلمية عند الأولاد؟ هلأ في عنا أكيد جهة طبية بالموضوع عن نوع من الخلل الوظيفي اللي بيكون بالدماغ، وهذا الموضوع راح نتناوله بآخر الأبحاث بالمؤتمر اللي راح يكون نهار السبت بفندق فينيسيا بتمام الساعة 8:30 لغاية الساعة 5 بعد الظهر. في متحدثين هن يعني باحثين بمجال الطب وبمجال النيوروسيانس اللي راح يعطونا أكثر معلومات دقيقة عن موضوع الطب، الجهة الطبية إذا بدنا نقول للصعوبات التعلمية المحددة. طيب نسبة الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلمية عالية؟ في نسبة كتير كبيرة، ونحن هلأ اللي عم نحاول نعمله أنه نفوت كمان على المدارس الرسمية لحتى نلحق أنه نعمل مثل ديبيستاج أو نرصد الحالات اللي ممكن كمان يصير في عندها صعوبات. نعم، طيب الصعوبات منلاقيها عند الأولاد أو منلاحظها لما يبلشوا مدرسة؟ أهم شيء بس مش قبل، أهم شيء بس يبلشوا مدرسة ويكونوا تلقوا التعليم بشكل مناسب، يعني قطعوا بالمراحل التعليمية المناسبة والكاملة، وبالرغم من هيك الولد ما قدر يتلقى الأهداف التعليمية. في تفاوت بينه وبين تلاميذ الآخرين، ونكون جربنا معه كل المحاولات. هون ساعتها منتأكد أنه الولد عنده صعوبات تعلمية محددة، يعني من نوع يعني قصدي ما فينا نقفر الولد قبل ما يبلش مدرسة. مفروض يفوت على المدرسة ويخضع لنفس البرنامج اللي عم يخضع له التلاميذ اللي يا اما بعمره يا اما معه بالصف، مشان هيك بنلاحظ انه 100% لازم يكون خضع لذات الطرق التعليميه اللي عم يتبعها ولد ثاني. بس دارين انت حكيت عن الاسباب الطبيه، بس ايام في اسباب نفسيه او حاله معينه بيمرق فيها الطفل بصير من وراه هو عم بيعاني من صعوبات التعلميه المحدده. مرات في صعوب، في ممكن مشاكل نفسيه عم يقطع فيها الولد بسبب صعوبات تعلميه، بس نحن الاكثر رح نحكي عن الاضطرابات او الصعوبات التعلميه المحدده، يعني بهالحاله مش الحالات الاستثنائيه قصدك. بهالحاله ما في عندنا مشكله طبيه عنده للولد عضويه، ما عندنا مشكله نفسيه، ما عندنا تاخر ذهني، ما عندنا مشكله حسيه، يعني بنشيل كل هودي العوامل اللي ممكن يسببوا عند الطفل صعوبات تعلميه. بس بالرغم من هيك اذا ما في عندنا كل هيدي الاحتمالات والصبي عنده صعوبات تعلميه بارزه وتلقى التعليم بطريقه مناسبه، بالرغم من هيك عنده المشاكل، هون بنحكي عن الصعوبات التعلميه المحدده. في عندنا سبوت بدنا نشوفه، بس قبل لما نقول صعوبات تعلميه هل هي مشكله كبيره؟ يعني
فينا نعتبر انه هي مشكله بدها كثير مجهود لتنحل؟ وقت الاهل رح يبركي مع الاساتذه يمرقوا بمعركه يعني وقت اللي بنحكي عن صعوبات تعلميه محدده او في سميها اضطرابات، ايه في عنا مشكله كبيره، لانه هيدي الاضطرابات رح تضلها مرافقه الولد، ممكن تشكل له عائق بالمجتمع. يعني مهما نعمل الولد رح يضل في عنده ثغرات بالقراءه او ثغرات بالاملاء او ثغرات ما لها حل نهائي، ما لها حل نهائي. لكن نحن موجودين خاصه ضمن مراكز كلاس كفريق عمل علاجي لحتى نقدم الخدمات العلاجيه للطفل لنخفف من حده هالخدمات. يعني انت كبسيكوموتريسيان، كأورتوفونيست، يعني كعلاج نفسي، كعلاج نفسي، يعني مجموعه كبيره انتم من المختصين اكيد اللي بتشرفوا على علاج الاطفال. صح. نحن رح نشوف سبوت مع الممثله رندا الاسمار وبنرجع نكافح حديثنا معك دالي. رامي عمره 8 سنين، ذكي بس بضل حايص وعم يحرق، صعب عليه يركز على شيء، بينسى بيضيع وما عنده رفقة لأنه بيهلكن. أنا ما بدي أذي حدا بس بتصرف قبل ما أفكر، ما بعرف شو بصير براسي، بدي أوقف أحرق بس راسي ما بده. رامي عنده ADHD، يعني فرط نشاط ونقص بالانتباه، مش بإيده، ما تلومه، ساعدوه. كلاس، المركز اللبناني للتعليم المختص، برعاية وزارة التربية. قديش مهم الاهل يلجؤوا لعندكم او لمختصين بس يلاحظوا هالصعوبه؟ لانه يعني في كثير اهل ايام ما بعرف كانه يلا انه بنمرق مرور الكرام على المشكله، ما بينتبهوا قديش ممكن تسبب عائق لاحقا بالمستقبل اولادهم. نحن ضمن مراكز كلاس كمعالجين اول شيء بنتلقى الاهل، بنعمل معهم مثل انترتيام، بناخذ المعلومات اللازمه عن الطفل، نفهم منهم شو هي المشكله اللي عم بيواجهوها، بعدين بنقعد مع الطفل بنعمل له اختبارات مناسبه ان كان بالعلاج النفسي، العلاج النفسي حركي او حتى العلاج اللغوي لنعمل التشخيص المناسب للطفل. بتعرفوا هو باي مرحله من الصعوبات لنعرف شو قدراته وشو هن الثغرات اللي عنده اياها، وهون بنبني خطه علاجيه. الخطه العلاجيه هي بتمتد طوال اذا بنقول سنه عام دراسه معه للطفل، ودائما في اجتماعات مكثفه بين فريق العمل وحتى مع الاهل لحتى نشتغل وتنجح العمليه العلاجيه معه للتلميذ. طيب اذا اشتغلتوا على التلميذ وبالاوقات المناسبه من دون ما يكون في تاخير، قادر هو يقلع مثل ما بيقولوا مع اصحابه ولا رح يكون في تاخير حكما؟ حسب الحالة، لأنه في عنا مرات بعض التلاميذ بيقدروا يقلعوا ببرنامج تربوي عادي، ونحن هون دورنا بمراكز كلاس أنه ندعمهم بالعلاجات لحتى قد ما فينا نضلنا متابعين برنامج أكاديمي طبيعي نورمال يعني. بس مرات في حالات للأسف منلاحظ أنه مضطرين ننقلهم لمدارس أكثر متخصصة بمجال هون. كيف الحالات إذا تأخروا التعليمية. يمكن ما بعرف الأهل يلجأوا لعندكم يعني أو حسب؟ مرات بيكون صار في تأخر لحتى يتدخل معه فريق العمل للتلميذ، مرات بيكون حدة الاضطراب عنده إياها أقوى عالية، فهون نحن بنضطر نلجأ للمدارس المتخصصة. طب نسبة النجاح توصل للمية بالمية؟ لا للأسف لا، يعني الولد بيضل في عنده ثغرات. بس اللي بنعمله نحن كمان كتير مننسق مع المدارس أنه أهم شيء نعطيه وقت إضافي أكتر للتلميذ، نحاول أنه ما نكتر له الأسئلة، يعني بعض الأمور اللي بتسهل عليه التاش. عم جرب نسأل كتير بسرعة ما عنا كتير وقت. دارين المدارس عم تقبل هيك حالات؟ يعني أكيد. ما في رفض؟ أكيد أكيد في كتير مدارس عم تتقبل. وبس بحب أذكر شغلة أنه نحن المراكز تبعنا بتشتغل بعد الظهر بالخدمات العلاجية. يعني بنستقبل التلميذ يكون في وقت للمدرسة وبعد الظهر بالضبط، ونحن بنقدم الخدمات بطريقة مجانية، يعني ما في ولا أي مقابل مادي، ونحن هون لمساعدة الطفل وخاصة العيال كمان اللي ما عندها الإمكانات المادية لحتى تقدم الخدمات لأولادها. طيب بس بدي أرجع السبوت يلي قدمته الممثلة رندا الأسمر وعم تحكي عن كتير مواصفات ممكن نشوفها بولادنا، يعني مش ضروري كل ولد عنده حركة مفرطة يكون عنده صعوبات تعلمية، مش ضروري ولد ما كتير بيركز يكون عنده صعوبات، هذا كمان مهم انه الأهل يميزوه يعني بس الولد يحرك شوي ما دغري نقول انه هو عنده حركة زايدة، لا يتوجهوا للاختصاصية لأنه في اختبارات كبيرة وفي طريق طويلة للتشخيص قبل ما نلقي أي تشخيص للطفل. نعم. رح نشوف سبوت آخر مع الممثل جورج خبيز ونرجع. ماتيلدا عمرها 9 سنين، ذكية بس بتفركش بكل شيء بتعمله، ما فيها تاكل لحالها، ما فيها تلبس لحالها، بتضلها مضيعة أقلامها ودفاترها، أوقات بنشوفها قاعدة لوحدها وحزينة. أنا بحس حالي مش مثل غير ولادي يلي بعمي، بدي ألعب معهم بس بفشكلها دايما، بعمل جهد كبير تأهلي ينبسطوا مني بس مش عطول بقدروا. ماتيلدا معها ديسبراكسي، يعني عسر بتنسيق الحركة، مش بإيدها، ما تلوموها، ساعدوها.
كلاس، مركز لبنان للتعليم المختص برعايه وزاره التربيه. بالختام، شو راح يتضمن المؤتمر ب 10/10 ديس ديس؟ المؤتمر فيه ثلاث أجزاء أساسية. فيه عنا أول جزء هو بيحكي عن آخر الأبحاث العلمية والطبية حول الصعوبات التعلمية المحددة. هلأ الحلو الجديد بالمؤتمر أنه نحن بنعرف بلبنان في كتير مؤتمرات عن الصعوبات التعلمية، لكن هلأ رح يكون أكتر فايت بالصعوبات التعلمية المحددة. في عنا متحدثين من كافة الدول الأوروبية، وفي عنا كمان من لبنان أسماء كتير لامعة. في عنا مثل الدكتور بيير ماجستريتي اللي هو طبيب وعالم متخصص بجهاز العصبي. في عنا رح اذكر بعض الاسماء لضيق الوقت، دكتور فرانسوا انسيرمي اللي هو محلل نفسي ورئيس قسم الطب النفسي للاطفال بجامعه جنيف بسويسرا. يعني صراحه في اسماء كثير لامعه ان كان من لبنان او ان كان حتى من الدول الاوروبيه. الجزء الثاني رح يكون حول المتابعات العلاجيه للاطفال اللي عندهم صعوبات تعلميه. وبمرحله اخيره في عنا المتابعه التربويه، وهون كمان في عنا البروفيسور فيليب ترامبلي اللي هو من جامعه لافال بالكيبك اللي رح يحكي بهيدي الفقرة. نعم. يعني من لبنان ومن خارج لبنان اجتمعتوا بهذا المؤتمر طبعا لتقديم أكثر الحلول تطورا واللي وصلت لها الأبحاث بمجال الصعوبات التعلمية. نحن بنشكر حضورك معنا. أنا بتشكركم. دارين النابلسي اختصاصية في العلاج النفسي الحركي، يعطيكم ألف عافية، على أمل أنه كمان نحن بلبنان نلاحق التطور اللي عم بيصير. ميرسي لكم لاستضافتكم. شكرا. أهلا فيك. بريك، من بعده منتابع أخبار صباح لليوم. كريم عمره 7 سنين، ذكي بس بيتغلبط هو وعم بيحكي، بيطلع كلمات غريبة عجيبة مش كل الناس تفهم عليه، كل ما يحكي بيقولوا له يعيد. لما بعيد ما بيفهم علي بالصف، بس بدي اسأل سؤال بيضحك علي، شو بعمل؟ بطل احكي؟ كريم معه ديسفازي، يعني صعوبة بالكلام، مش بإيده، ما تلوموا، ساعدوه. كلاس، المركز اللبناني للتعليم المختص برعاية وزارة التربية.